أخ يشتغل في البنك الربوي، وكل واحد منهما يسكن لوحده في سكن خاص. فأخونا هذا الذي لا يشتغل في البنك يتحرج من الذهاب إلى زيارة أخيه، وهذا طبعا يقدم له الطعام، فما حكم هذا الذهاب؟ إذا كان الذهاب لا يقترن معه التذكير والنصح لهذا الأخ الذي يعمل في البنك، فما ينبغي أن تكون مثل هذه المخالطة والمطاعمة. أما إذا كان ما بين آولة وأخرى يذكر أخاه فما في مانع، والحالة هذه أن يأكل من طعامه وأن يشرب من شرابه. التذكير لا يكون كلما زاره، لا، وإنما مراوحة.